مشاهدينا بلوك نوت حبينا نستضيف رامي مجذوب. ورامي هو رئيس روتري كلوب او بيروت سيدرز روتري كلوب. بثلاث سنوات تقريبا قدر هالنادي يحقق انجازات كثير كبيره نسبه ل يعني كلوب من هالنوع. رامي صباح الخير. صباح النور. قدرتوا تشتغلوا على مياه الشفه، مياه الشرب لمجموعه كبيره من مدارس رسميه، اكثر من 1500 مدرسه بلبنان، اشتغلتوا على موضوع يعني اخلاء لبنان من المخدرات او لبنان دون مخدرات، خالي من المخدرات، وكمان على موضوع بتتعلق بالسلام. خبرنا تفاصيل اكثر، هالكلوب بتاسس من ثلاث سنوات؟ صحيح. نحن من اكثر النوادي الشابه اذا بدك من ناحيه التاريخ التاسيس، انما بكل نفتخر انه بهال مثل ما تفضلتي حضرتك بهالفتره القصيره قدرنا نحقق كل هالانجازات. يعني نحن اليوم لتاريخ اليوم عملنا مشاريع قيمتها، ساهمنا بمشاريع قيمتها اكثر من نصف مليون دولار على المواضيع اللي تفضلتي فيها. هالسنه نحن موضوعنا اللي ركزنا عليه هو السلام من خلال الاجيال اللبنانيه الجديده، واشتغلنا على هذا الشيء اذا بدك على ثلاث محاور. رامي هذا الموضوع بتنسقوه مع كل الروتري بهالثمان بلاد اللي فيها الروتري كلوب، ولا انتم بتعتمدوه كبيروت سيدرز؟ سؤال كثير محلو. صراحه نحن كروتري في مليون و200 الف عضو. في الموضوع هالسنه كان من الرئيس العالمي الياباني، كان السلام من خلال الخدمه. حبينا نحن ناخذ هالتام ونتوسع فيه. هلا كل نادي بيقدر هو حر يعمل شيء اللي بده اياه من خلال اطار عام، انما في بصير في تعاون على المشاريع الكبرى. نعم. المهمه يعني اشتغلتوا لكن على سلام بثلاث محاور، شو بتقصد بثلاث محاور؟ يعني نحن المحور الاساسي كان كثير مهم، التوعيه. خلال التوعيه عملنا ندوات، مثلا سميناها ندوات سفراء من اجل السلام. استضفنا سفراء مرموقين بلبنان، سفير الاتحاد الاوروبي، سفير الانجليزي، حكيونا عن دور بلدانهم كيف هن مثلا وصلوا للسلام بالماضي وافكار لنا. اشتغلنا على ننسى الماضي، عرضنا فيلم مثلا لا عنفي بالتعاون مع جامعات، حتى الواحد انه يسامح بس ما ينسى الماضي، حتى يقدر يتجاوز هذا فيما يخص الحروب بلبنان وهيك. اشتغلنا يعني يتعظ بس مش يخلي الحقد بقلبه وينتقم 100%. فهيدا اذا بدك كله كان من محاور التوعيه. اشتغلنا المحور الثاني كان تنميه القدرات البشريه. عملنا ما يسمى بالانجليزي وركشوب، ورش عمل من اولاد صغار بالمدارس لناس اليوم عم يشتغلوا، تجارب كيف هن يتعاملوا بشكل لا عنفي، كيف يتفهموا الاخر، بسموها بالانجليزي كونفليكت ترانسفورميشن، يعني تحويل تحويل النزاع الى صرم. صحيح صحيح. فهيدا كان فيما يخص القدرات البشريه. وكمان عندنا نحن كان شيء كثير مهم حيصير حتى يوم الجمعه، شاركنا كمان فيه مع السفاره الفرنسويه، اسمها بالفرنساوي امباسادور اونير، يعني عملنا نادي تبعنا ساهم مع السفاره الفرنسويه انه يصير في مباراه على كل المدارس الفرنكوفونيه بلبنان لكل التلاميذ، للي هن كل واحد بيتقسموا فرق، كل واحد يحكي عم يتبارى مع الثاني كيف نظرته للسلام ولل وفي سفراء صغار يعني. صحيح صحيح. وهيدي حتصير الفاينل تبعها يوم الجمعه باليونسكو، ونادينا حيكون له الشرف يكون عضو من الجوري الى جانب بعض السفراء الاخرين والنواب الاخرين. الان جي اوز عاده بلبنان والجمعيات اللي بتهتم بالمجتمع المدني ان كانت روتري او غيرها بتعمل نوعين من العمل، او عمل يعني عملي تغيير تحسين منازل او اماكن او تامين دراسه او علاجات او الى ما هنالك من الاشياء اللي بتعملها الان جي او، وعمل على المستوى النفسي والتوعوي، اي اللي بتشوف انه بيعطي نتيجه اكثر؟ عندهم يعني مثل ما بيقولوا كمان، سوري عم بستعمل كثير عبارات انجليزيه، منهم ميوتشولي اكسكلوزيف، يعني هن بيتكاملون. عرفتي كيف؟ يعني لازم اثنين يكونوا موجودين، اثنين على حد سواء. يعني هلا يمكن حدا يركز على موضوع اكثر من الثاني ويتكاملوا بعض الجمعيات. نحن حبينا انه مثل ما قلت لك على ثلاث محاور، والمحور الثالث للي ما وصلنا له هو تنميه القدرات الماديه الانفراستراكشر حتى يتامن هالسلام مثلا بالمدارس من خلال مشروع مياه الشفا اللي تفضلتي فيه من شوي، ولا للمخدرات، توعية للمخدرات وهيك. قدرتوا تأمنوا ل 1500 مدرسة رسمية مياه نظيفة، مياه للشرب؟ لا، هذا مشروع كثير طموح. 1500 مدرسة هو الهدف النهائي، هو التارجت. اوكي هو التارجت، بس عم تشتغلوا عليه لحديت اليوم. نحن صرنا محققين اقل بشوي من 200 مدرسة، طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي اللي هي. شو اللي بتأمنوه تحديدا رامي؟
نحن هلا لاحظنا خاصه بالمدارس الرسميه اللي هي بمناطق شوي كان اذا بدك فينا نستعمل كلمه نائيه، كان عم يروح هالتلميذ يصير معه يمرض، ويمكن شفنا شيء بوسائل الاعلام اخر فتره كثير يصير معه حرام، يا اما اسهال يا اما هيك صار في مشكل بالشمال بتصور المدرسه الرسميه صار في، وبالتالي كان يا اما بدهم يمرضوا يا اما اهلهم بدهم يشتروا مياه معدنيه اللي هن امرار ما عندهم امكانياتها. صح. جينا نحن ادخلنا فلاتر مي مع شركات عالميه، عملنا دراسه انه كيف لازم تكون مياه تصير مزبوط مياه شفا، واتفقنا مع المدرسه ومع وزاره التربيه كمان انه يكون اهم شيء الاستمراريه، يعني هالفلاتر بعدين تصير صيانتها الى اخره على مدار سنين مشان يضلوا الواحد المياه تضلها مياه نظيفه وصالحه. وفرنا هيك على وفرنا عليهم الامراض للتلاميذ، وفرنا على جيوب اهلهم كمان. وطبعاً المياه المعدنية بعده هذا المشروع قائم، بعدكم عم تشتغلوا فيه؟ صحيح، نحن هذا المشروع بنفتخر أنه من خلال اللي نحن ساهمناه اليوم الحاكم المنطقة اللي هو منتخب لثمان بلدان اللي هو لبناني، نحن نفتخر أنه حيكون لبناني حيستلم أول تموز الأستاذ جميل معوض، أخذوا هيدا كمشروع الأساسي سموه ميجا بروجكت، وحط التارجت انه هيدا اولويته انه ال 1500 مدرسه يحققهم باسرع وقت، اذا مكمل بقوه. عندكم مشاريع تانية كمان غير هيك هو الموضوع المخدرات، كيف عم تشتغلوا عليه موضوع المخدرات؟ موضوع المخدرات كمان هيدا بلش نحن معنا من سنتين مع زميلتي الرئيسة السابقة مونا كنال، اللي هي قالت انه هيدي افة كتير مهمة لازم نعالجها، وبالتالي نحن كمان ركزنا على هون على موضوع التوعية، دخلنا كل المدارس، عملنا مثلا مباريات مثلا بالاشتراك مع بعض الشركات انه مين بيرسم احلى رسمه بتعبر على رفضه للمخدرات او توعيه المخدرات، وصرنا نفوت على هالمدارس ونعطي منح للطلاب للي رسموا اشياء اكثر شيء معبره، منح مدرسيه صح للطلاب اللي رسموا احلى رسمات تعبيرا عن رفضهم للمخدرات. مزبوط. هيدا كان يعني هي طريقه التوعيه اللي استخدمتوها كرمال رفض صح. المخدرات صح، بالاضافه طبعا ندوات واشياء كلاسيكيه اكثر، بس نحن بنعتبر انه هيدا الشيء لانه اشتغلنا من عمر صغير وبشكل يعني شوي مختلف عن هو هيدا العمر اصلا، لانه عم بلشوا كثير صغار عم بلشوا يعلقوا بالمخدرات صح. بدي اسالك كم واحد انتم بهالبيروت سيدرز؟ نحن اليوم 32 عضو، بس بنفتخر انه مثلا بغير نوادي بيقولوا لك نحن 50 نحن 60، نحن عندنا 32 عضو كثير فعال، كل واحد منهم مستلم مسؤولية أو مستلم كوميتي، وكل واحد عم بيساهم قد ما بيساهم الرئيس وأكثر، وهذا الشيء نحن مفتخر فيه كثير. سلام، عم يسمعوك بقية النوادي يا رامي، ما عليه؟ ما نحن هيدا بالعكس، نحن بدنا نشجعهم هن إن شاء الله يصيروا أحسن منا كمان. عندكم مشاريع لهالسنة القادمة بلشتوا تحضروا لها؟ لا، وحضلكم بموضوع يعني حتتابعوا أكيد برنامج المي، لأنه هذا برنامج قلت الحاكم الروتري هو اللي حيتابع فيه كواحد من البرايورتيز أو واحد من الميجا بروجيكتس، وموضوع المخدرات رح تتابعوا فيه موضوع السلام ولا في مشاريع جديدة؟ طبعا نحن يعني كل شيء عندنا بيستمر، يعني المخدرات بلشته الرئيسة السابقة كملت فيه أنا، السلام أنا بلشت فيه حيسلم، نحن الحلو عندنا بروتري إنه سنه يعني ما بتروح المشاريع بتبقى ايه مستمره، وبنفس الوقت في مداوره يعني نحن هلا انا اول شهر بسلم زميلي جو كنعان بيستلم رئاسه النادي، وهو تعهد لي انه حيكمل موضوع السلام اللي هو كثير على عزيز على قلبي، وبنفس الوقت هو عنده مشروع كثير عزيز على قلبه اللي هو يغير يحسن فيليج بلبنان، يطوره ويعمل له اعاده تاهيل يرمم بشكل كامل يعني. حلو، هذا مشروع حلو كمان بنبقى بنحكي عنه. شكرا لك رامي، موفقين كثير على استقبالك ببيروت سيدرز وبكل الروتاري كلوب وكل الـ NGOs اللي بيشتغلوا لصالح لبنان والعالم. بريك ونكون مع كلينك.